مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد حكايتي مع المرض. احنا متعودين ان احنا كل حلقة نحكي حكاية مريض او حكاية مرض معين. النهاردة هنعرض عليكم مأساة بجميع المقاييس، حكاية أم أسرة مكونة من 5 أفراد، أم وأربع أبناء، كل الأبناء مصابين بمرض ضمور العضلات. واحد يقول لي يا محسن هو ما فيش عندك غير ضمور العضلات؟ أقول له أيوة، ما عنديش اليومين دول غير ضمور العضلات. حد اتحرك في موضوع ضمور العضلات؟ للأسف شديد مرض ضمور العضلات، مرضى ضمور العضلات هذه الأيام يتعدى 1,000,000 للأسف الشديد. النهاردة أعزائي المشاهدين، حكاية الأم سماح محمد عبد الله خليفة من العكريشة كفر الدوار بحيرة، وأبنائها 4، الكبير عنده 14 سنة وأصغرهم 8 سنوات. كل هذه الأطفال عندها مرض ضمور العضلات. تخيل حضرتك مشاهدي الكريم، تخيل أن ابنك مصاب بأي مرض كان، هتعمل إيه؟ أنا والحمد لله رب العالمين ربنا رزقني بولد أو ولدين أصحاء، ومع ذلك الواحد بيعاني، فما بالك في إذا كان أسرة فيها طفل مريض، ومش أي مرض، مرض ضمور العضلات. ضمور العضلات إخواني المشاهدين للأسف الشديد لحد دلوقتي مش لاقيين له علاج. طب ليه؟ الله أعلم. الواحد فينا مشاهدينا الكرام لما يبص لحكاية مريض، احنا بنحكي حكاية المريض ليه؟ عشان نصعب شوية؟ عشان نعيط لنا شوية ونمشي على كده؟ لا، من واجبنا كإعلاميين اللي احنا نعرض، وخاصة قناة الصحة والجمال كانت وما زالت وتتظل دايما إن شاء الله تعالى في عون كل مريض. أي مشكلة مرضية أعزائي المشاهدين نرحب بها ونرحب بالجميع، ومش هنتأخر على حد. لو في اسكندرية، في سيوة، في سينا، في أسوان، يتصل بينا وأنا هروح له وصور معاه الحالة المرضية أو المشكلة المرضية بتاعته. مشاهدينا الكرام، حكاية النهاردة الأم سماح محمد عبد الله وعندها 4 أطفال من العكريشة كفر الدوار بحيرة. أستاذن مخرجنا الكريم إني نتفرج أو نشاهد الحالة بنفسها وهي بتحكي عن القصة، حكايتي أو حكايتها مع المرض. زياد محروس. يوسف. يوسف محروس. أنس محروس. في البداية خالص كان عندي أخ مصاب يعني بمرض ضمور العضلات، وكنت بحسبه يعني مرض عارض ومش هيبقى وراثة، ومش هبقى أنا مش يعني هيبقى حالة واحدة وخلاص وهتنتهي على كده. أسابق أخويا جالينا بيه كتير وكده، فما عرفناش علاج ليه ولا أي حاجة، وهو توفى برضه من المرض ده، لأن هو اسمه ضمور في العضلات والقلب فيه عضلة فتوفى. فبدأت أنا حياتي بقى من أول وجديد، واتجوزت، تقدم لي واحد واتجوزت وخلفت أول خلفتي زياد. الطفل بينزل سليم خالص، فيش أي حاجة، وبيحبي وبيجري وبيمشي في كل حاجة تمام. عند 6 سنين 7 سنين بالكتير تبص تلاقي العيل بيشتكي، مش قادر يطلع السلم، مش قادر يشيل شنطة المدرسة، مش قادر يقوم من على الأرض إلا بمساعدتك، مش قادر يتقلب على السرير. فشلت زياد يعني في ال7 سنين دول كنت أنا خلفت بقى كله، جبت عيالي كلهم. بدأ الكبير يشتكي فشلته ورحت بيه للدكاترة، غبت سنة بحالها ألف على الدكاترة عبال ما دكتور عرف القصة، يعني عرف اللي هو عنده ضمور في العضلات. فالدكتور قال لي أنت عندك صبيان تانية؟ قلت له أه. قال لي طب حللهم السيبك إيه؟ تحليل مبدئي يعني بيبين كان الطفل عنده أو لأ. فحللت الأربعة ورا بعض، لقيت عندهم الحمد لله يعني مرض ضمور العضلات. فتوجهت للدكتور وقلت له طب أنا أتصرف إزاي وأعمل إيه؟ فقال لي للأسف يعني ما فيش اي حاجه لضمور العضلات حاليا غير انك تعملي علاج طبيعي
عشان الجسم يتيبس من قلة الحركة والفيتامينات برضو الجسم يقاوم، إنما علاج جذري مفيش. فابتديت بقى برضو كل اللي يقول على دكتور، يعني ما حطيتش كلام الدكتور في دماغي قوي، لأني أم عايزة أي حاجة تنجيني من اللي أنا فيه يعني. فروحت للدكتور واثنين وثلاثة، ويعني صرفت كتير واتبهدلت كتير ورحت كتير، والنتيجة واحدة يعني، ما وللأسف يعني دكاترة العلاج الطبيعي ذات نفسهم مش عارفين الدور على الأرض ازاي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد التقرير. هو جزء من تقرير حكاية الأستاذة سماح من العكريشة، سماح محمد عبد الله خليفة من العكريشة كفر الدوار بحيرة. والله هذه المرأة أختنا سماح، والله لو أنا من المسؤولين لخليها تمسك أحسن المناصب في الصبر. الست دي علمتني بجد يعني، وعلمت ناس كتير يعني إيه صبر. تخيل أنت عندك 4 أطفال مش عارف تتحرك بيهم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ممكن يا أستاذة شريفة، بس أستاذة شريفة نوطي بس التلفزيون شوية بعد إذنك. ماشي، اتفضلي. أيوة حضرتك، أنا دلوقتي عايزة أوجه كلامي للسيد الوزير، وزير الصحة. الأستاذة شريفة. أيوة حضرتك، من مؤسسي حمل الضمور العضلات، ومن مؤسسي الجمعية الرسمية لضمور العضلات. رئيس مجلس إدارة الجمعية الرسمية لمتابعة مرضى ضمور العضلات. اتفضلي. إن شاء الله خلال أيام هنفرح المرضى كلهم بأمر الله تعالى. اتفضلي. إن شاء الله. أولا أنا بوجه كلامي للسيد وزير الصحة. حضرته صرح لنا بدورين في المعهد الحركي والعصبي، وقال ان هم هيبداوا الترميمات او ما شابه ذلك في بدايه الموازنه الجديده يعني في شهر 7. طيب الى ان يحدث ذلك، احنا دلوقتي هو قال ان في قسم خاص لجراحه العظام، والقسم ده بالفعل موجود وشغال. طيب انا مرضى ضمور العضلات اللي هم تعبانين وعندهم تيبسات في العظام وعندهم مشاكل جامده في العمود الفقري لدرجه ان هم ما بيناموش ما بيقعدوش، مش عارفين ينعموا باي نوع من انواع الراحه، ليه الناس دي ما تتجهش مباشره وتستفيد من القسم ده، بحيث الناس اللي عايزه جراحه مستعجله يتعمل لها الجراحه، كمان قسم العلاج الطبيعي، القسم موجود وشغال بالفعل. ليه انا المريض ما يستفيدش واستنى لما حضرته يعمل لي الصيانه ويبدا افتتاح القسم ده؟ الله اعلم، بعد شهرين، بعد سنه، بعد اكتر، بعد اقل، احنا لسه مش عارفين. لكن خلينا نتكلم في الشيء الموجود وهو انا شريفة. ممكن استفيد منه يا استاذه شريفه. دي تاني حاجه. ممكن استاذنك بس في حاجه بعد اذنك، بس ممكن استاذنك في حاجه؟ نعم استاذنك بس في حاجه. حضرتك وصلتي فين في الجمعيه؟ الجمعية خلاص أخذت الموافقة من الأمن الوطني ورجعت الشؤون، وإن شاء الله خلال 2 3 أيام بالكثير هيكون معانا الإشهار ورقم الحساب بأمر الله تعالى. طب يا فندم، موضوع الجمعية شيء جميل جدا، أكيد هيفرح جميع مرضى ضمور العضلات، يعني أكيد يعني بالجمعية هيبقى فيها رقم حساب، هيبقى فيه متبرعين، هيبقى فيه مساعدات. إن شاء الله بأمر الله. شيء جميل جدا والله. الجمعية واخدة موافقة يعني من الأمن الوطني جدا من يعني. يوم 13/4، والورق موجود في الشؤون، وبسبب اهمال الموظفين احنا يعني بدل ما بنمشي خطوه بيرجعونا الورق، يعني حضرتك الورق بقاله 12 يوم او 13 يوم وهو متوافق عليه في الامن الوطني. تمام. فالله المستعان. كمان في نقطه عايز اكلم حضرتك فيها، مصنع الاجهزه التعويضيه اللي سياده الوزير صرح بان هو هيعمل كراسي كهرباء للمرضى. انا بقول لك انا عايزه استفيد من المصنع ده، وعايزه بالفعل هو كمان يفعل لي الكلام اللي حضرته اقره، والكلام ده صوت وصوره. طيب انا دلوقتي مش عايزه اقعد على كرسي، انا عايزه الجهاز اللي بيلبسه المريض اللي صنعته اليابان والدول الخارجيه من 5 سنين، وبيساعد المريض على انه هو يقف ويمشي في البيت. احنا ما بنقولش عايزين نجري ولا عايزين نلعب كوره، عايزين يا استاذه شريفه بعد اذنك واحده واحده. طب واحده واحده نجيب الكرسي الكهربائي، وواحده واحده ونشوف الاجهزه التعويضيه. ممكن
حضرتك انا لو اتعمل لي كرسي كهربائي مش هيتعمل لي الجهاز اللي انا عايزاه. هو بدل ما حضرته هيطور المصنع عشان ينتج كرسي، لا يبقى بالمره من الاول يطور المصنع يصنع لي الجهاز. شكرا فندم، متشكرين جدا يا استاذه شريفه. وبعد كده هندور هنسال تاني ونطلب ان هم يطوروا لنا من جديد ويصنع لي الجهاز. طب وليه؟ ما انا اوفر في الوقت واوفر في الجهد واوفر في الفلوس. متشكرين جدا يا استاذه شريفه، وان شاء الله هتابع مع حضرتك. اتفضلي. مشاهدينا الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. الصبر. حقيقه النهارده الاستاذه سماح من عكريشه كفر الدوار ضربت مثال، اعظم مثال للصبر. حقيقي لما يكون الواحد عنده 4 أطفال مصابون كلهم بمرض خطير زي ده. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. مع حضرتك أحد مرضى المرة عضلات. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك. أنا بحب بس أوضح حاجة للسادة المشاهدين والناس والمجتمع كله. اتفضل يا فندم. حضرتك انت عارف ان مرض تمر العضلات ده اصعب من مرض السرطان حضرتك، والمرض ده بيموت كتير، ناس كتير قوي بتموت بسبب المرض ده. تمام؟ معايا حضرتك؟ مع حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. جميع عضلات الجسم، والمرض بيوصل يعني لمرحله من الالم صعبه جدا جدا، بتوصل انه ما بيعرفش يتقلب وهو نايم، ولا حتى يعني يشرب كوبايه ميه، ولا يعرف حتى ياخد نفسه. وجع في عضلات القلب مؤلمه جدا حضرتك. فانا بستغيث بكل انسان مصري شريف سواء من الحكومه او الاعلام او الجمعيات الاهليه يساعدونا، لان في حضرتك والله اطفال وشباب بتموت. فانا مطالبي يعني انشاء مستشفى خاصه لرعايه مرضى تمر العضلات. وبقول لحضرتكم يعني والناس كلها الحقونا بالله عليكم، ارجوكم اغيثونا. استاذ الفاضل والله يعني احنا هنا في قناه الصحه والجمال يعني من اول ما اتعملت حمله مرضى ضمور العضلات واحنا ما بنبطلش حلقات متتاليه عن هذا المرض. مشاهدينا الكرام، احنا نكمل قصه الاستاذه سماح ونشوف تكمله القصه بتاعتها. استاذن مخرجنا الكريم ان يعرضنا بقيه القصه. امس طبعا الدكاتره اللي الوراثه وكده، فاللي يقول لي بعد الدكاتره يقول لي في علاج وهنوصله للعلاج، ولان المرض ده عشان انت يعني في خلفيه حضرتك 120 نوع او اكتر من 120 نوع، فالدكاتره ذاتهم برضو محتارين مش عارفين ايه. فيعني انا عرفت النوع بتاعهم، حللت لهم يعني صفات وراثيه وعرفت النوع بتاعهم اسمه دوشان. بعض الدكاتره بيقولوا الدوشان ده ليه علاج، وبعضهم التاني بيقول لا ده كلها تجارب وابحاث بره بس مفيش حد وصل. فانا بتخبط يعني بينهم مش عارفه الحقيقه فين، هل في مرض فعلا علاج للنوع بتاع عيالي ده ولا مفيش علاج خالص، اروح فين اجي منين؟ احترت الصراحه مش عارفه. لما يبقى عندي دكتور او حاجه بدور بقى واشوف هعمل ايه، وبلم من يعني بجمع اللي يعني زي ما بيقولوا القرشين اللي هنا على القرشين اللي هنا على القرشين، يعني بجمع نفسي وبعد كده بضطر اروح، يعني ما بقاش الفلوس جاهزه في ايديا وبعد كده يلا اروح، لا طبعا بقعد الف حوالين نفسي شويه اشوف. هقول لحضرتك حاجه، هو عشان بس 4 أطفال، لما يبقى طفل واحد بس في اسره بيعمل لها ارتباك جامد قوي، ما بالك دول 4 أطفال. هقول لحضرتك حاجة، هو عشان بس 4 أطفال، لما يبقى طفل واحد بس في أسرة بيعمل لها ارتباك جامد قوي، ما بالك دول 4 أطفال. والمرض يعني العين زي ده يعني مصاريفه كتير ومفيش نتيجه ليه ظاهره قدامك. يعني انت مثلا لما بتصرف على مرضى القلب او مرضى العيون او اي مرض تاني بتلاقي نتيجه حتى بتسعى، انما انت بتسعى وبتدفع فلوس ومش لاقي نتيجه. فممكن تقول يأس، اللي جوزي فيه ده يأس، يعني يأس مننا ان احنا ما لناش يعني مش لاقي بدله امل في عياله. يعني انا برضه يعني هو بيتابعنا بيسأل على عيال برضه وبيشوف وصلنا لإيه، بس هو عارف النتيجة تحصيل حاصل كلها، هو نفسه إن هما يبقوا أصحاء. عارفة
انا برضو لان الحمل تقيل برضو علي، يعني هو لما يبقى 4 اطفال انا ملتزم يعني ملتزمه له العذر، يعني عشان اول ما اكشف عليهم دلوقتي الدكتور عايز 1000 جنيه مواصلات بس، بس ما بالك بقى العلاج اللي هيطلعه وتكاليف الدكتور يعني كل ده برضو هو برضو يعني انا ملتزمه له بعض من العذر يعني. بس هو يعني ما هو بيد يعني ما بيز يعني مثلا احنا عايزين 1000 جنيه دلوقتي مواصلات، طب هيجيب منين؟ هو ممكن يكون يأس، قلة حيلة. قاعدة هنا عند والدتي داخل 6 شهور 7 شهور كده. مشاهدينا الكرام، يعني لو فضلنا نتكلم أيام وليالي عن مرض ضمور العضلات مش ممكن أبدا هبطل، مش ممكن أبدا هننتهي من هذه القصة المؤلمة. مرض والله أخطر من مرض السرطان أعزائي المشاهدين. معنا اتصال الأستاذ أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أسامة؟ الحمد لله رب العالمين. أخبار حضرتك؟ أولا أنت مقام من الإعلام الشريف الله يكرمك يا استاذ، ده واجبنا والله، ده واجب علينا، احنا المفروض نعمل كده. ربنا يبارك لك استاذ محسن، ربنا يكرمك. اولا يعني الست سماح واولاده دول مثال او نموذج اسره من مليون مريض في مصر. تمام. مش حاله فرديه زي ما كان يقال في عند المسؤولين ان انت عددكم قليل، لا احنا عددنا فوق ال 2 مليون مريض. فكلامي دلوقتي موجه مش للدوله بس، ممثله في وزاره الصحه، لا لا، كلامي موجه للقوات المسلحه كمان. تمام. وكلامي موجه لرجال الاعمال والجمعيات الاهليه. لازم كل واحد من دول يقوم بدوره تجاه المرضى دول، على الاقل يخفف معاناتهم. والمعاناة مش معاناة المرض فقط، لا، المعاناة النفسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن حتى في التعليم بنتبهدل كمان في التعليم. إزاي المريض يطلع الدور الثاني والثالث والرابع؟ مفيش رأفة كمان في التعليم إنه يتقبل التعليم بأدمية. الكارثة يا أستاذ محسن في الأطباء نفسهم، مع احترامي كل الأطباء، لا، بنقول جزء من الأطباء بيتعاملوا مع المرض مع المريض بغير ادميه بالمره. بس في حاجه بس مفيش نفسية. يا استاذ مراعاه للنفسيه اصلا يا استاذ اسامه، ازاي يقول المريض انت ممكن هتموت بعد 24 سنه هو عنده 15 سنه ولا 14 سنه؟ يا استاذ اسامه احنا برضو يعني عايزين نعذر الاطباء في مصر، يعني اطباء في الخارج ما وصلوش لحاجه للمرض ده برضو، خلي بالك. مع احترامي لحضرتك ماشي، بس انا بقول لحضرتك دلوقتي على الاقل يتعامل بادميه، مش يتعامل معاه يعني كانه هو عالي على المجتمع، لا، نحن نفوق يا استاذ اسامه لاسوياء. استاذ اسامه رسالتك وصلت، وان شاء الله نتواصل بعد البرنامج في حمله مرضى ضمور العضلات. شاكرين جدا يا فندم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. استاذة سلوى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك استاذ محسن؟ الحمد لله رب العالمين. اخبارك يا استاذه؟ الحمد لله. اولا احب اشكرك على وقفتك جنبنا وبصراحه انت من الناس المحترمه اللي تستحق الشكر. الله يكرمك. والله دي واجب، والله ده واجبنا يا استاذه سلوى، وواجب جميع القنوات وجميع الاعلاميين، وعلى راسهم قناه الصحه والجمال التي يعني ابدت يعني عملت حاجات كتير قوي من اول فتره مرضى الحمله بتاعت مرضى ضمور العضلات. حقيقه يعني ده المفروض اللي انا اشكرها يعني، اما انا والله ما انا الا فرد في قناه الصحه والجمال. ربنا يخليك يا استاذ محسن، ده طبعا بسبب وقفتكم كلكم جنبنا يعني. شاكرين جدا يا فندم. ربنا يخليك. انا بس في نقطه عايزه اوجهها لكل المجتمع مش المسؤول. تمام. لان احنا محتاجين وقفه المجتمع جنبنا قبل المسؤول. انا اللي اكتشفته مش موضوع مرض بس، لمرض او مش موضوع علاج لمرضى ضمور العضلات، اللي اكتشفته اللي مريض ضمور العضلات محتاج رعايه قبل العلاج، محتاج رعايه مدنيه، ومحتاج يعني اللي اكتشفته اللي هو محتاج الرعايه المدنيه، محتاج مساعده الاخرين في حياته اليوميه، محتاج الحياه الكريمه المهيئه ليه اللي هو ما يحتاجش لحد، واللي احنا نهيئ له الحياه اللي هو ما يتدلش لحد، يبقى مكرم على الدنيا.
نشكرك يا أستاذة سلوى، وإن شاء الله على تواصل إن شاء الله بعد البرنامج. مشاهدينا الكرام، نكمل حكاية الأستاذة سماح وأبنائها الأربعة مع حكايتي مع المرض. دلوقتي أنا أول حاجة عايزاها كرسي بالكهرباء، لأن عندي اتنين قاعدين ما بيتحركوش من مكانهم، وفي المدارس الاتنين في المدارس، فهم عندهم كرسي من اللي هو العجل العادي ده ما بيروحوش بيه لأنهم بيقعوا وبيتكسفوا من صحابهم وكده، فأنا عايزة كرسي بالكهرباء، ده أول يعني أولويات رجائي يعني. تاني حاجة عايزة أشوف هل موضوع الدوشان ده من نوع من أنواع دمار الأعضاد، هل ليه علاج فعلا؟ حد ممكن من رجال الأعمال يتبنى لو طفل، حتى أنا مش عايزاهم الأربعة، أنا عايز لو طفل حتى يتبناه يشوف هيوصل لفين العلاج، هل في علاج فعلا، هل في علاج بره، هل في علاج هنا، هل في المستقبل هيبقى في حاجة. وكمان خايفة على عضلة القلب لأن أنا عندي زياد خلاص يعني تم ال 15 سنة، وبقيت كل ما بيكبر كل الطفل ما يبقى فيه قلق عليه يعني، فخايفه تاج يعني. انا بجيب لهم علاج في الاسبوع ب 105 علاج دوائي بس بالبق كده، بعمل لهم 3 جلسات علاج طبيعي، العيل الواحد ب 20 جنيه تضربهم بقى في شهر هيطلع مبلغ طبعا انا ما بحسبوش لان هو ما بيبقاش معايا في ايديا يعني، يعدي ال 1000 جنيه يعدي. انتقل دلوقتي من هنا مثلا لكفر الدوار البلد، عايز عربيه ب 10 جنيه رايح ب 10 جنيه جاي، ده لحد البلد بس، ما بالك بقى لو هكشف في اسكندريه او هكشف في دمنهور او هكشف في مصر، بتبقى طبعا فانا طبعا صراحه مش قادره يعني. نفسي يعني ارجع زي الاول وامشي واتحرك واروح المدرسه واجي، يعني نفسي علاج يعني يوقف عضله القلب عند حده عشان ما تتدهورش وتيجي عند عضله القلب وتوقف. يعني كنت بروح المدرسه الاول بس ما عادش بروح دلوقتي عشان ما فيش حاجه توديني، يعني نفسي في كرسي يوديني المدرسه ويوديني ويجيبني وكده. بقول له في علاج او في حاجه يعني توقف القلب، يقول لي لا مفيش، مفيش امل، اقعد في البيت استنى لما تيجي له اليوم يعني قدر نصيبك يعني انت هتقعد خلاص. يعني مفيش رد، ما اقدرش يعني الرد بيبقى صعب، ازاي اقعد وازاي استنى الموت وكده، مش عارف يعني ارد عليه اقول له ايه. يعني نفسي امشي، نفسي في حل للمرض ده، نفسي يعني ما حصلش خالي اللي مات، نفسي يعني ما حصلش خالي اللي مات. من هو لسه اصغر عيل عنده 8 سنين هو حاليا دلوقتي، فهو لسه بدايه الشكوى، اما هو بيمشي وبيروح المدرسه برضه نفس القصه بتاعه زياد يعني، هو كان بيمشي وراح اولى ابتدائي لوحده وثانيه ابتدائي لوحده، هو في سنه ثانيه ابتدائي فبيمشي وبس برضه بيطلع السلم بصعوبه بيطلع السلم بصعوبه، ونفس الاعراض اللي هي بتاعه الظهر بدات يعني معايا، واللي وراه على طول يوسف مش هتطفي صعوبه بالحته دي بتوجعني مش قادر امشي. بيمشي على ترطيب صوابعه، دي الدكاترة مسمينها مشية الحصان اللي هي خلاص كده هيقعد يعني، ترطيب صوابعه مش هتستحمل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد التقرير وبعد حكاية المأساوية المؤلمة للأخت سماح وأبنائها الأربعة. تخيل لما طفل زي ده كل أمنيته في الحياة إن هو يجي له كرسي عشان يعرف يروح المدرسة، إن هو ما يموتش من هذا المرض اللعين، ان هو ما يحصلش خاله، كل من الطفل ان ما يبقاش زي اخواته الاثنين اللي قعدوا خلاص مش هيمشوا تاني. تخيل طفل في هذه السن كل امنياته في الحياه كرسي كهربائي او علاج، مش لاقي علاج لهذا المرض. الاستاذ سماح ضربت لنا اعظم مثل في الصبر، مش ممكن ابدا حد يتحمل هذا المرض. أربع أبناء، الواحد مننا يبقى عنده طفل واحد سليم بيعذبه مش قادر يربيه كمان.
تخيل لو أنت عندك طفل واحد مريض. معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا فندم. أيوة مدام وفاء. تفضل يا فندم. أنا دلوقتي ابني عبد الله عنده دلوقتي 21 سنة. تمام. برضو هو وحيدي ودمور العضلات عنده من تانية ابتدائي، واحنا بنلف بيه على الدكاترة، ويعني القلب دلوقتي عنده 50% شغال، يعني عاوزين علاج للمرض بتاع عيالنا، عيالنا بتموت مننا. ابني ما بينعرفش ينام بالليل من كتر الألم في جسمه، طول الليل يتألم، يعدلوني كده يعدلوني كده، الألم بيتعبه جامد. تمام. يعني لازم الدولة تشوف لنا حل. تمام مدام وفاء، رسالة حضرتك وصلت، ونوصل رسالتك للجميع. معنا آخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محسن؟ الحمد لله. جزاك الله كل خير باللي بتعمله معانا. وإياك يا أختي الفاضلة. الله يخليك. أنا والدة كريم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. الله يخليك. الله يخليك. والله أنا بتكلم عشان الأخت سماح والأربع أولاد اللي معاها، لأن أنا شفتهم على الطبيعة وشفت حركتها معاهم إزاي، وهي بتشيلهم وهي بتتنقل من مكان لمكان. يعني تمام. أنا بقول الله يكون في عونها. تمام تمام تمام. طبعا أنا معايا كريم برضو 28 سنة، برضو دمور عضلات وعلى كرسي متحرك، دي ظروف طبعا خاصة، يمكن دمور العضلات كلهم مش زي بعض، في اللي ما بيقومش، في اللي بيمشي شوية، في اللي على كرسي، فنرجو التحرك السريع من الدولة، الدولة بتتحرك ببطء جدا. حاضر يا فندم، رسالتك وصلت يا فندم، رسالتك وصلت. شاكرين جدا يا فندم. مشاهدينا الكرام، النهاردة مش حكاية مريض، مش حكاية مرضى، حكاية مجموعة حوالي لا يعني عدد يتعدى عن المليون تقريبا. يعني النهاردة يعني نفسي ومن عيني المسؤولين يكونوا اتفرجوا على الحلقة، الأطباء يكونوا اتفرجوا على الحلقة، رجال الأعمال يكونوا اتفرجوا على الحلقة، أي مشاهد كريم يشوف الحلقة أو شاف حلقات عن ضمور مرضى ضمور العضلات ياريت يتفاعل مع الحملة، ياريت يشارك حتى ولو بالدعاء، يشارك حتى ولو بالدعاء. احنا محتاجين فعلا مرضى ضمور العضلات. انا والله بعتبر نفسي منهم، وبعتبرهم اخواتي واولادي وابائي. فكر يعني، خلي نفسك مكان، هتعمل ايه؟ زي ما بيقولوا هتكبر دماغك، هتمشي وتنفض زي ما بيقولوا؟ مش ممكن طبعا. مشاهدينا الكرام، النهاردة للأسف الشديد وقت الحلقة انتهى بسرعة شديدة. والله انا محتاج حلقات مش حلقة واحدة. في نهاية حلقتنا أشكر الجميع، وأشكر كل من تعاون معي في الكنترول، وأشكر القائمين على قناتنا المحترمة قناة الصحة والجمال، لأنهم سمحوا لنا بعرض هذه المشكلات. وفي نهاية الحلقة أشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.